كل مواطن في اليمن 50 لبن كيدفعها مسكين شعبك يا اليمن مسكين فقري وزادوا ويفقرونه مسكين شعبك يا اليمن مسكين فقري وزادوا ويفقرونه وضعين شعب اليمن يمعين عظلم ذيبه يعمل يملونه دايمه حبحب عن السكين كل يوم فرقه ياكل ياكلونه يا رب كل يوم امين 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 نصر 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 صدق ما أقول شفني نعم وانت فكر وخذ مهلة في الردس ساعة لا تكذب بكلامي صدق ما أقول شفني وانت فكر وخذ مهلة في الردس ساعة وانت أكدت وانت أكدت قوم صدق كلامي يدركني بالكلام اللي بيملي البطون الجه وانت أكدت قوم صدق كلامي يدركني بالكلام اللي بيملي البطون الجواعة خلي ذاك الجبل فيه زبنك وزبني نعم. ينتصت لك وكلن ينتصت لشتم خلي ذاك الجبل فيه زبنك وزبني ينتصت لك وكلن ينتصت لشتم خلي همي يهب مني وشطني وغبني خلي يا ابو زياد الراس ينسبص صداع نعم اذن العصر في المغرب سمعته نعم بعد ما اذنوا قاموا صلاه اي جماعه هكذا يا ابو احمد لا تكذب كلامي صدق ما اقول شفني وانت فكر وخذ مهله في الرد ساعه صلاه الجماعه تكذب كلامي اذن العصر في المغرب سمعته بعد ما اذنوا قاموا صلاه الجماعه لا تكذب كلامي صدق ما اقول شفني وانت فكر وخذ مهله في الرد والسلام حذرك تعكر جونا لا قص بي خل المودة بيننا والانسجام حذرك تعكر جونا لا قص بي خل المودة بيننا والانسجام شفني معي أيام ثم هباد فيت أذفيت قاضية بشهر عدة ويام من بعد ما عدي من بعد ما فطيع على وداعة من بعد ما نحصي شرارة ملت في دوها وصف سيون وصفرة جمع هكذا يا قالوا مصمح هديله قل عبد ربه اللي قالوا مصمح هديله قل لهم ذاك كي يمكن يحرر فلسطين وحيله جابهم ولح كانوا يقالون مسكين يقالون مسكين اولا قام بكفهم وخلى القبيله تنتهي والجنابي شلها والسكاكين بعدها قال من لا حب في دهي فيله صفوا حسابكم ما بينكم في الميادين بعدها قال من لا حب في دهي فيله صفوا حسابكم ما بينكم في الميادين وانشقاقات وخلافات في كل ليله تندي مالهم مذهب ومله ولد ولادين قلت انت مالهم مذهب ومله ولادين خصمه الصبح وقت الليل يرجع زميله والدلايل على هرجي معي والبراهين صاح عفاش قالوا له نعم حق ليله تحت امرك وبالسبعين حضروا الملايين صاح عفاش قالوا له نعم
حق ليله تحت امرك وللسبعين حضروا ملايين ملايين، لان هالبنك في صنعاء وهودي وكيله بالبيس يشتروهم، بالبيس يشتروهم، بالبيس يشتري فيهم، بالبيس يشتروهم انسهم والشياطين والشياطين. وابن هادي ذكي فكر ولقى وسيله وصد فكر وسوى وسيله وانقل وانقل البنك وابن هادي ذكي يقول فكر ولقى وسيله وسيله فجر اجراء نقل البنك واصدر قوانين. قال من قال كل من بغى راتبه لعدن يجيله، قال كل من بغى راتبه لعدن يجيله. بنك صنعاء فلي فك القرص والحوالين، بنك صنعاء فلي فك القرص والحوالين. عاكذا زرهم كذا زرهم لازم يبوسوا رجيله. ابن هادي ضربهم ضرب على القلب والرين، ومس عباس والحوتي زميله الدغيله منهم الا اشحت يبغوا من الشعب خمس ومس عباس والحوتي شريف الدغيله منهم الا اشحت يبغوا من الشعب خمسين وشحته عليهم صدق ما هي دخيله. حقهم من بطيء تجري، حقهم يا ريال من سنة، حقهم من بطيف الدم تجري وشرايين، حقهم يا ريال في دمهم وشرايين. عبد ربه قالوا مصنف مدينة يقول لهم لا ذكي يمكن يحرر فلسطين. انت يا ابو نعم عبقري صدق واستخدم سياسه وحيله، جابهم ولحدي كانوا يقالون مسكين مسكين قالوا